اليوم دائما كتلقى الاشخاص هنايا، انت باللغه العربيه شوف اشكال انا يعني سبحان الله تلقاهم كيحترموا الانسان هنايا. شوف باللغه العربيه هنايا يعني بشكل كيفاش كيحترموا، كيفاش الناس كتموت كتحترموا كيديروا باللغه ديالهم يعني بشكل سبحان الله، يعني ماشي بحالنا حنايا. هذا واحد المتنزه كيف كتعامل الناس بالتقليه، صراحه ما فهمتش والله. الناس كتفطح بشكل ما تقدرش توصف كيفاش كيساعدوا الناس هنايا، كيفاش كتكون الامور بشكل والله. دائما